ولكن احنا في اخر الزمان، ومن صفات اخر الزمان ان تتواتر الرؤى وان تكثر عند اهل الدين والايمان والصلاح، وهذه صفة الزمن اللي احنا موجودين فيه. يعني انا يوميا يعني لا ابالغ ان قلت لو بدي اقضي 24 ساعة كاملة فقط في قراءة، وليس في تأويل، ولكن في قراءة الرؤى التي تأتيني من الناس، لن أقوم أو لن أستطيع بقراءتها جميعا من كثرة الرؤى. يعني كنا قبل سنتين ثلاثة خلينا نقول بتجيك رؤية كل أسبوع 10 أيام، اليوم في اليوم الواحد تأتيك مئات الرؤى، وكلها فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. لا شغل كلها، معظمها فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، معظمها فيها الخلفاء الراشدين، معظمها فيها الأنبياء وبالأخص سيدنا عيسى وسيدنا موسى، وبعضها فيها المهدي نفسه. يعني الرؤى كثرت وكثرت بشدة، والرؤى تتواتر وتكثر. وفي هذه الرؤى كما قلنا إشارات، هذه الإشارات لما نتكلم فيها نذكر أنها كونها تتكلم عن أمور غيبية فلا يترتب عليها أحكام شرعية. يعني إذا احنا قلنا رؤية هي تبقى حتى لو فيها من فيها تبقى ظنية لا قطعية، وكل شخص له الأحقية أنه يأخذ فيها وله الأحقية أنه هو يردها. وأيضا لما نحدث فيها نقول دائما الله أعلم. شو منقول؟ الله أعلم. إنما ننقلها من باب الأمانة. ليش؟ إذا احنا شفناها رؤية فيها الرسول أو شفنا رؤية فيها شاهد على صحتها، تصبح لما تصل عندك شو تصبح؟ من باب الأمان، فلا بد أن تحدث وتخبر الناس فيها، وكل إنسان يستخدمها أو يفهمها بطريقته بأسلوبه. نحدث فيها حتى إني في آخر آونة بدأت أحدث في الرؤى وله أولها. يعني ما بقول والله معناها كذا وكذا، شو بترك؟ بترك التأويل إلكم أنتوا، كل واحد يأول الرؤية بطريقته. لأنه وصلنا لمرحلة أنه أصبحت الرؤى حتى لا تحتاج التأويل، يعني أصبح فيها أخبار وليس إشارات. ما كان فيها إشارات أن يأتيك الشمس والقمر، وفي النهاية تجد أنه الشمس تدل على الرسول عليه الصلاة والسلام، والقمر يدل على المهدي، ويأتيك الخلفاء الراشدين وتستدل منها. على سبيل المثال نحن نتكلم على مجيء شخص سيجدد الخلافة على منهاج النبوة، ثم تأتيك إشارات تحثك عن آخر أو عن أحداث ستأتي إلى الأمام. هذه كانت إشارات. أما اليوم إخواني فلم يعد هناك إشارات، هناك أخبار، أحداث، تحذيرات من أمور ستحدث. يعني تأتي الرؤية بتقول الرؤية سيحدث كذا وكذا، مش بتعطيك إشارة. فنحن إخواني ننبه من جديد إنه في رؤى كثيرة عمالة بتيجي، وهي الرؤى فيها أخبار وتنبيهات، ونحن نحدث بهذه الرؤى. وحتى لو البعض شاف إنه فيها على سبيل المثال أخبار سياسية، أنت حر، أنت كيف بدك أنت تتلقى الرؤية اللي جاء فيها الرسول أو جاءت فيها أخبار نحسبها صادقة ونحسب المحدث فيها صادق وما عهدنا عليه الكذب ولا بأي حال من الأحوال؟ أنت حر كيف بدك تنظرها، هي خبر سياسي، هي خبر مستقبلي، هي إشارة، أنت حر. فأنا لن أول الرؤى، ولكن سأخبر بمجموعة من الأحداث، ويعني بس الأحداث الرؤى اللي جاءت من أيمتى. كان درسنا آخر درس إخواني، كان درسنا يوم السبت الأخير، فإحنا نتكلم الأحد الاثنين واليوم الثلاثة، 3 أيام، يعني يمكن في 10 أو أكثر من 10 أخبار جاءت من رؤى مختلفة، وبعض الأخبار جاءت من أكثر من رؤية. يعني مجموعة من الرؤى تكلم أو من مجموعة من الأشخاص مختلفين ويخبروا بنفس الخبر، نفس الرسالة موجودة من مجموعة رؤى. عشان هيك إخواني إحنا راح نحدث في مضامين هذه الرؤى، راح نحدث بمضامين هذه الرؤى، وكل واحد إن شاء الله ينظر لهذا المضمون أو لهذا الخبر بطريقته اللي هو بحب أو بتطلع له. أول شيء إخواني، من الرؤى التي جاءت وبشدة وبكثرة
أن هناك مجموعة من الناس تجتهد حالياً في البحث عن تابوت السكينة، وبالأخص في منطقة سيناء، وتقوم بتجنيد أناس في هذه المنطقة للبحث معهم عن هذا التابوت. هذا إخواني الخبر، أنا حدثكم في إيش؟ خبر الرؤية. هلأ لتحليل أو لإشارة، هذا إشي يعني إحنا بنفهمه من الشرع. نحن بنحكي بإيش؟ كلام الشرع. الرؤية انتهت، خلصنا هاي الرؤية، إحنا بنحكي بالأمور الشرع. أول إشي إخواني نذكر أن الاجتهاد حاليا في البحث عن تابوت السكينة إنما هو من حزب الشيطان، ونحن نعلم، كلنا نعلم يعني، وتكلمنا ما هو حزب الشيطان والعناصر أو الأفراد أو المجموعات المنطوية تحت كلمة حزب الشيطان، ولن نفصل من جديد في هذا الأمر. ولكن البحث عن تابوت السكينة إنما هو حاليا من حزب الشيطان. وهذا التابوت شو اسمه؟ السكينة. شو يعني السكينة؟ إن ظهر التابوت ستحل السكينة والطمأنينة والهداية على من حوله، فلا يعقل شرعا أن يبحث حزب الشيطان عن تابوت السكينة ويجده، مستحيل، هذا ليس بوارد. هيك نحكي إخواني يعني ريحوا حالكم، ما راح تلاقوا تابوت السكينة ولا بأي حال من الأحوال. وكل جهودكم اللي بتبذلوها والأموال اللي رصدتوها وهي كثيرة كما جاءت في الرؤى كلها ستذهب يعني أدراج الرياح، لأن هذا التابوت فيه سكينة، فيه طمأنينة، وهذه السكينة والطمأنينة لا يتوافق معها أن يجدها حزب الشيطان. كأننا نتكلم عن مغناطيسية، مغناطيسين، واحد منهم يشابه في شحنته الثاني، كل ما أنت اقتربت أو قربت المغناطيس الأول على الثاني شو بصير في المغناطيس الثاني؟ بيبتعد، بفر منه. تابوت السكينة سيفر من حزب الشيطان ولن يجده حزب الشيطان. والأرجح على الأرجح أن من سيجد تابوت السكينة هو سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتوافق مع كونه تابوت السكينة، لأنه عند وجود هذا التابوت مع سيدنا عيسى سيضع سيدنا عيسى الجزية، ولن يقبل أنه يكون في إنسان يستطيع أن يصل له سيدنا عيسى على غير دين الإسلام. ونعلم أن القرآن الكريم حدثنا أنه لن يبقى من أهل الكتاب من أحد إلا ويدخل في دين الإسلام مع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذا يتوافق أن سيدنا عيسى سيجد تابوت السكين، هذا يتوافق. أما كل البحوث التي تحدث حاليا فلا تتوافق مع إيجاد تابوت السكينة حاليا. كمان إخواني، كمان نقطة، ما يبدو والله أعلم مما يحدث في صحراء سيناء بحسب هذه الرواية أو حسب هذه الرؤية ومجموعة من الرؤى معها، إنه يتم بطريقة ما عملية تفريغ لصحراء سيناء، عملية تفريغ لصحراء سيناء. هاي العملية التفريغية إنما من هذا الخبر، يعني ما في لهم هدف ثاني غير وإيجاد تابوت السكينة. كل ما كانت الناس أقل في منطقة صحراء سيناء كان أسهل عليهم عملية البحث في هذه المناطق حتى أنهم يوجدوا تابوت السكينة. عشان هيك إخواني من نبي، حاليا صحراء سيناء بيد مصر والقائم عليها السيسي، والسيسي حتى أنه هو يسمح ويعطي أمر بعملية بحث واسعة وكبيرة في صحراء سيناء عن تابوت السكينة، لابد من أن يقوم حزب الشيطان باستقطاب هذا الشخص بطريقة ما، إنه في لك هدية أو جائزة. عشان هيك راح نلاقي في الأيام القليلة، يعني إن لم يتم بعد، إنه سيتم جمع هذا أو هذه الشخصية في إيش؟ داخل حزب الشيطان، إنه تعال أنت منا، وراح نصبك على إيش؟ على شيء كبير يختص العالم كله، وفي المقابل عملية بحثنا
وعملية بحثك هي شيء واحد، احنا وياك ندور على ايش؟ على نفس الهدف. هذا يعني اخواني سيكون ثمن او اسلوب في عملية تمرير هذا البحث. الشغلة الثانية اخواني، ايش كان سؤالك؟ بالنسبة للطعم الطبيعي جاري من الوقت الحاضر يا سيدي، الان بطعم الغنى، طعم الاخصاء، الطعم هذا ينتقل الى اكل اللحوم تاع الطعم التتبيل، يصير نفس الدخول اللي صار في الماشي والغنم عند الانسان اللي ياكل. لا اله الا الله. يعني اذا ما حد سمع بس بنعيد الحكي اللي حكاه الاخ للمشاهدين. بالنسبه للغنم بقول انه هناك حاليا في هذه الاوقات يجري تطعيم المواشي بطعوم او تطعيمات تؤدي الى عقمها، وهذه التطعيمات او المواد يعني قد تنتقل من هذه الدواب او المواشي من خلال حليبها او لحومها او بيوضها لاكلها، فيصيب ايضا اعراض هذا الطعم او الخبيث اللي موجود في هذا الطعم. الله يجزيك الخير. في هذا عنده اي سؤال؟ تفضل. تابوت السكين، يعني هو التابوت اللي الله سبحانه وتعالى ارسله على زمن سيدنا داود وفي بقيه مما ترك آل موسى وهارون. يعني يعتقد انه التابوت فيه عصا سيدنا موسى، ويعتقد انه فيه خاتم سليمان، وفي امور اخرى تعتقد او يعتقد الشياطين انه فيها القدره على عمل الخوارق. يعني كثير من اتباع الانبياء اللي سبقونا غير سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كانوا يعتقدوا بالخوارق ولا يعتقدوا بايات الله سبحانه وتعالى. فمثلا لو جينا في عمليه المقارعه التي تمت بين سيدنا موسى وسحره فرعون، هلا سيدنا موسى بايش جاء؟ بالعصا، ولما وضع العصا تحولت العصا لايش؟ لافعى ولقفت كل ما عمله هذه الصحراء. هلا الاصل احنا ما بنقول انه هاي عصا سحريه، مضبوط ولا لا؟ هذه عصا ايش؟ اللي هي عصا من الله سبحانه وتعالى. اما لو نظرنا مثلا حاليا وسالنا كل اتباع او من خرج من رساله سيدنا موسى وسالنا عن هاي العصا، شو بقول لك؟ بسميها عصا سحريه، حتى انها اصبحت رمز في كل الاعمال السحريه التي يقوم فيها كل المخادعين او اصحاب الخفه اللي بيقوموا بخدع سحريه بنسميها للناس، اللي هي خدع. فبتلاقي انه هذا اللي يسموه الساحر هو ليس بساحر، هو خادع. شو في معه؟ اهم شيء عصاي، يبقى يضرب عليها على الشغلات حتى انه شو يسوي؟ يقوم بتحويل امور لامور اخرى. والله سبحانه وتعالى اظهر لنا خطا توجههم وفساد قلوبهم. يعني لما تكلمت بني اسرائيل عن سيدنا موسى وعن فرعون شو قالوا؟ قالوا سحران تظاهرا. شو قالوا؟ شو اعتبروا؟ اعتبروا ان سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام ساحر. وشو اعتبروا؟ اعتبروا انه سحره فرعون سحره. هم ما فرقوا بين هذا وهذا، عشان هيك هم بدوروا على العصا. بدوروا على ايش؟ على العصا. وشو بفكروا؟ ان القوه فين موجوده؟ في العصا. وما بيقدروا يشوفوا ان القوه فين جاءت؟ من الله خلال هذه العصا. عشان هيك هم بدوروا على العصا، بدوروا على التابوت. وباعتقادي انه بحثهم عن التابوت وعما في التابوت حتى انه يكون عندهم قدره لإخراج الأعوار الدجال. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. في حد عنده أي سؤال آخر؟ بالنسبة للحفران في العراق، الله أعلم ما حدث قبل أسبوعين لما قتلوا 4000 ضربة الطيران، 4000 عراقي في يوم واحد، و 20,000 جريح، 200,000 متشرد في العراق قبل أسبوعين. لا، احنا نتكلم عن حدث مستقبلي جايف علينا في الايام قبل الجد. دائما بنقول والله سبحانه وتعالى. هون كمان نقطة يا اخوان،
في شغلة مهمة جدا لازم ننبه عليها. يعني احنا تكلمنا مثلا عن السفياني، وقلنا انه مؤتمر القمة الاخير اللي تم في الاردن سيقوم بفرض شخصية السفياني، وما نعتقد ان شخصية السفياني قد فرزت على الحقيقة. يعني اللي جوا اللب اللي موجود عارف مين هو السفياني، ولكن قلنا انه لحد ظهور شخصية السفياني سيكون هناك عملية تلميع، ظهور سياسي، بعدين ظهور فعلي لشخصيته على ارض الواقع اللي راح نستدل منها على ظهور. هلا في فترة تلميعه وظهوره السياسي راح تبدا فتنة السراء، وفي فترة انكشافه راح تبدا فتنة الدهيمة. النقطة اللي بدي ابينها يا اخواني انه في بعض الناس بيجي بيقول لك طيب انت تكلمت عن السفياني، ما ظهر السفياني؟ هو اول شيء يعني اللي بيتكلم بهذه الحيثية ما قرأ وما سمع درسنا بشكل مناسب، عشان هيك احنا نبهنا عليه كمان. ولكن قلت هذا الاشي وبعود بكرره كمان مرة، احيانا نذكر الشر لمنع الشر وليس لتأكيد حدوثه، وعندنا ان يتوقف الشر عند حد معين افضل بكثير من انه يقولوا والله الشيخ خالد صدق في اللي قال. فانا عندي انه الشر يتوقف ولا يحدث، والشيء اللي انا حكيته ما يحدث فعليا لانه توقف الشر افضل عندي بكثير من انه يحدث ويقولوا صدق او صدقت الامور اللي حكاها الشيخ. هذا اخواني عشان ننبه عليها ونبينها، فما نفرح انه الشيء حدث، بالعكس احنا بنحزن على كل قطرة دم تهرق من انسان مسلم، ونذكر انه عند الله سبحانه وتعالى هدم الكعبة حجر حجر اهون من سفك دم مسلم واحد. في هذا عنده اي سؤال اخر اخواني؟ قديش تم الشيخ؟ ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، انك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أقصانا وشاف جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزيكم الخير. يشيك الضامن على جيت تأخر، شو الاختلاف اللي كان؟